وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سائل كريم يسأل يقول: ما هو آخر وقت لهدي التمتع؟ هدي التمتع هو طبعا لكل من كان حاجا قارنا أو متمتعا، لقول ربنا تبارك وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج المستيسر من الهدي الآية. وعليه قال الشافعية رحمه الله أن هدي التمتع يكون بعد التحلل من العمرة، يعني جاء رجل إلى مكة متمتعا فأتى بعمرة طاف وسعى وقصر عمرة التمتع، قالوا يقدر إن هو الآن إيش يستطيع أنه يذبح هذه التمتع الآن ولا مانع من ذلك، وليس شرطا أن يحرم به الحج، يعني بعد الفراغ من العمرة وقال الإحرام بالحج يوم 8 لما كان متمتع. طيب واحد جاي قارن وقارن أيضا يعتبر متمتع لأنه جمع نسكين في سفرة واحدة، الله لبيك اللهم عمرة في حجة، فقالوا أيضا يستطيع متى وصل إلى مكة وهو متلبس بذلك النسك أنه يأتي بهدي التمتع. وهذا القول قول المرجح، والقول الصواب هو قول الجمهور المالكية والأحناف والحنابلة أن هدي التمتع يكون من فجر يوم النحر، فجر اليوم العاشر من ذي الحجة للحاج، ووقت انتهائه مغربي يوم 13 من ذي الحجة، وهو ثالث أيام التشريق، وهو ثالث أيام التشريق، وهذا الذي عليه العمل وهذا الذي عليه الجمهور، واختاره اللجنة الدائمة، اختار الشيخ بن باز، اختار الشيخ بن عثيمين، وذكره في الشرح الممتع وفي فتاوى. وصلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، أخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين.